يا أهلا فيكم من جديد. أوقفت شرطة جدة سيدة أعمال سعودية شابة بعد أن أوهمت مواطنين بالمضاربة في البورصات العالمية. تخيلوا جمعت منهم أكثر من 68 مليون ريال. المقبوض عليها كانت قد أنشأت شركة في شارع رئيسي بجدة وباشرت أعمال التسويق بطرح عروض ومكاسب مغرية للباحثين عن الربح السريع وباعت الوهم المترصدين لهم. خلونا في البداية نتابع هذا التقرير وبعده بنبدأ النقاش. عدم الدراية بالقوانين والبحث عن الكسب السريع قادت 68 مليون ريال إلى الجيب الخطأ، واليوم تلك الملايين في طريقها لأصحابها. فقضية بائعة الوهم التي أقضت مضجع السعوديين عامة ومئات المستثمرين أو الباحثين عن الاستثمار، سيدة الأعمال أو سيدة الأوهام في قبضة الشرطة أخيرا. سيدة الأوهام الموقوفة كانت قد أنشأت شركتها في إحدى الشوارع الرئيسية في مدينة جدة وبدأت في التسويق وطرح مكاسب مغرية، وبسبب عدم توافر الغطاء القانوني لها ثارت الشكوك حولها إلى أن سافرت إلى دبي، ما أثار فزع المساهمين الذين تقدموا بشكاوى متتالية لدى الشرطة. سيدة الأعمال تلك هي التي وقعت عقودا خالية من النشاط الاستثماري أو المساهمات، وهذا يعد احتيالا ومخالفة للسجل التجاري للمؤسسة حاملة النشاط بحسب ما قاله محامي المتضررين. الفصل الأخير، المتهمة سلمت نفسها إلى قسم الشرطة فور عودتها ووعدت بإعادة الأموال إلى المستثمرين خلال فترة قصيرة. شرطة السلامة بمحافظة جدة استمعت إلى أقوال المتهمة وقرر توقيفها وإحالة أوراقها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن تلك القصة والتي شارفت على الانتهاء دقت ناقوس الخطر حول عمليات نصب واحتيال من ذاك النوع قد تتم الآن في إحدى الشقق أو الفلل في هذه المدينة أو تلك. الحديث حول هذا الملف يلتحق معي في الاستوديو المستشار القانوني الأستاذ ثامر السكاكر، وسينضم معنا عبر الهاتف محامي ضحايا عملية نصب واحتيال التي أشرنا لها في التقرير قبل قليل، المحامي فهد محبوب، وأيضا الكاتب الصحفي الأستاذ علي الجحلي. ثامر، خلينا نبدأ معك. قبل فترة تكلمنا عن قصة مشابهة كانت حتى في جدة عن واحدة الظاهر وهي زوجها بنفس الطريقة أوهموا كثير من الناس باستثمارات سريعة يعني التكاثر والمردود المالي، وظهر قرابة النص مليار، ثم بعد ذلك سافرت برا السعودية بعد ما حولت الأموال. هذه القصة يعني خلينا نقول يعني قانونيا بحكم خبرتك القانونية، مثل هالعمليات النصب والاحتيال اللي قاعدة تصير، وش يمكن نقول سببها؟ هل هو حرص الناس على يعني على الربح السريع، ولا لا انه يحتاج فعلا بعض الناس يتحايلون على النظام او على القانون؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما عندنا اشكاليه، دائما بعض الناس يخجل من السؤال انه والله اعطيني المستندات الرسميه اللي عندك واني استوثق من خلال او وزاره التجاره تاكد هل هذا الشخص لديه سجل تجاري سليم، هل اذا كانت شركه فعلا لديه شركه مؤسسه بطريقه نظاميه وسليمه، من هم الشركاء والى اخره. انا بامكاني ان اتوجه لوزاره التجاره واطلع نسميه احنا برنت عن الشركه والمؤسسه يعطيك كامل تفاصيلها. هذه كلها اشياء تدعم الثقه عندك، لكني ابني الثقه بناء على كلام فلان والله صديق او جار جاء وقال لي لا ما عليك انا جربتهم اسبوعين ثلاثه او معنى صح شهر شهرين وانهم جيدين، هذه مصيبه. الامر حتى ابعد ما يكون مساله انه مثلا والله نقول انهم سرقوا اموال وهربوا، الامر قد يدخل في غسل الاموال، الامر قد يدخل في نقدر نقول ممكن تستخدم هذا السيوله في تجاره اسلحه او مخدرات او غيره، ايضا الامر ممكن يدخل في امور اخرى. البعض مثل بعض هذه القضايا تجده انهم والله اخذوا الفلوس هذه مثلا وسرقوها نصب احتيال وطلعوا فيها، لكن الجزء المهم الاخر انا قد اشارك في عمليه غسل اموال بدون ما ادري، هذه بمعنى انه هذه الاموال يدخلها على اساس يشتغل فيها شغل معين ويخسر فيها. انا ما مثل من يقوم بغسل الاموال ما عنده مشكله اذا كان عنده مليار انه يغسل ويبقى عنده 700 مليار 700 مليون، هو بالاخير يبغى يطلع هذا المال زي ما نقول نظيف، فهو يبي يخلط باموال المساهمين هذولا اساس انه يخليه من خلال جنى هذا المال من خلال عمل غير مشروع وادخله في عمل مشروع لكي يكون نظامي.
هذه إشكالية ثانية. طيب هل هي بس يعني مظنة الغسيل الأموال هي الموجودة ولا يمكن يسوي تدوير؟ بمعنى أنه يأخذ من الناس فلوس ويحطها في شغلة من الشغلات ويأخذ يعني ثم يأخذ مساهمين آخرين يعطي هذول دفعات ويهم صدقون إن فيه فعلًا أرباح بعشرة بعشرين، ترى في ناس يعني يلعب عليهم. شو طريقتهم؟ يجيك كاشخ ويعطيك هيئة رجل صحيح. الأعمال وساعة رولكس والسيارة أغلى السيارات سنت. ثم يجيك ويبدأ يعطيك عروض، أنا أعطيك أرباح شهرية قل 30% و20% ويصدق. بعض الناس صدقون يعني والله يجربه شهر يجربه شهرين صحيح. ثم عقبها الرجل طاح في الفخ. إيه هو الحاصل إيش؟ أنه قبل مثلاً 6 سنوات أو 7 سنوات تقريباً كانت انتشرت الأمور هذه، يجيك شخص يقول لك أنا بشغل لك أموالك من خلال مساهمات عقارية، بشغل لك أموالك من خلال تجارة في سلع معينة. هذه الطريقة يجي أول شهر وشهرين ويعطيك فعلاً 10%، تبغى ربحك ولا نخليه لك من ضمن رأس المال حتى تزود نسبة ربحك؟ والله أنت تجي مثلاً والله دافع مثلاً شخص 100,000 يقول ما عندي مشكلة 10,000 خلها 110. هذه الآلية اللي بعضهم يستخدمها، لكن هي بعضهم يكون مجرد تلبيس طواقي، إنه ينقل الطاقية هذه يحطها فوق رأس هذا، إنه يحول الأرباح. يعني أنا أستلم منك مثلاً أستاذي خالد مثلاً خلينا نقول 100,000 ريال، وعندي أشخاص ثانيين دافعين كل واحد 100,000 ريال، أعطي كل واحد من المية اللي عندك 10 10 10. وبالحالة هذه وش أكون؟ أكون أعطيتهم أرباح حتى لو أخذ من أخذ. نفترض أنه شخص أخذ مني 20 ولا 30، بيكون الموجود عندي 70,000 ريال. الشيء بالشيء يذكر، من أسبوع ونص تقريبا مستثمر جمع ما يقارب 400 مليون من خلال 6,000 مواطن ومن ضمنهم خليجيين أوهمهم من خلال اللبس الجيد والأنيق، انتشرت في الصحف لبس جيد وأنيق وزي ما قلت أنت ماركات وسيارة حلوة، أجر السيارة وشو 3,000 ريال باليوم عادي أخذها أسبوع. عرفت يعني مش قضية، يعني أنا بدفع 3,000 ومشكلة. وبالأول والأخير أخذ الأموال هذه وهرب وتم القبض عليه أعتقد. لكن بشكل عام دائما هو العقار، والعقار اللي هو يعتبر الأهم والأقوى واللي ريعه هو الجيد، ما يدخل لك أكثر من 10% بس سنة. وشلون شخص بيدخل لك فلوس ب 10% بس شهر؟ هذه الإشكالية. طيب خليني أستاذنك معنا الكاتب الصحفي الأستاذ علي الجاح. أستاذ علي حياك الله معنا، خليني أسألك يعني برأيك يعني وش سبب حدوث مثل هذه القضايا، وأنه في ناس يطيحون أو ضحايا لباعة الوهم اللي يعطونهم أرباح خيالية ويلعبون عليهم، وبعضهم يستخدم العنصر النسائي مثل القصة اللي قلناها بداية الحلقة. يعني هل هو احتراف عند هؤلاء المحتالين ولا قلة يعني ضعف وعي بالقانون عند كثير من اللي يستثمرون معاهم؟ أولا أمسي عليك بالخير أستاذ خالد وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك في الاستوديو. وهذا طبعا استغلال للبيت للأساسيات الرغبات الإنسانية. يعني الإنسان دائما يبحث عن الربح السريع والربح الذي لا يبنى على مجهود كبير. طبعا هذا من طبعا كل دول العالم تعيش هذه المشكلة. طبعا هذا اسمه خدعة بونزي، لأن أول من سوى الحركة هذه وكشف واحد اسمه بونزي كان جاي من إيطاليا وكان يتاجر في الطوابع بين يستغل فرق الأسعار بين الطوابع الإيطالية والأمريكية. استمر الرجل يشتغل لين وصل الإيرادات حقته حوالي 170 مليون. بعد كذا انتهت الفروق الكبيرة اللي موجودة بين الطوابع واضطر أنه يستقبل المساهمين الجدد ويدفع لهم ويدفع المساهمين الأولين من المبالغ اللي توصل للمساهمين الجدد. طبعا أشهر شخصية في العصر الحديث هو مادوف، ومادوف جمع حوالي 200 مليار ريال يعني 60 مليار دولار جمعها خلال 50 سنة من العمل في عملية التلاعب بأموال المساهمين وإدخال مساهم مكان آخر. إحنا طبعا في المملكة عندنا يعني حالات كثيرة، أعتقد أنها بدأت في التسعينات أيام كان في حاجة كان يسمونها البقالة في جدة، وكانوا الناس يساهمون فيها اعتقادا منهم أنهم فعلا مساهمين في شيء موجود مؤسسة تجارية، وثبت في النهاية أنها عبارة عن عملية تدوير أموال وتلبيس طواقي زي ما تفضل ضيفك. الآن إحنا يعني خلال 40 سنة الماضية مرت علينا الكثير من الحالات، منها أشياء في العقار، منها أشياء حتى البيض كان فيه مساهمات البيض، في مساهمات بطاقات سوا، في مساهمات شركات طيران، يعني يعطونك الناس مسميات مختلفة.
وكانوا يلبسون برضو أقنعة مختلفة، يعني كانت في مرحلة معينة رجال أعمال زي ما تفضلت يلبسون رولكس ويركبون المرسيدس ولا البنتلي ولا، وبعدين بعد فترة صاروا يستخدمون يستغلون المظهر الديني اللي المجتمع بشكل عام يثق فيه. لكن في النهاية الواقع الحقيقي أنه ليس هناك مال يأتي بسهولة. الإنسان عنده الاعتقاد هذا لازم يزيله من مخه، ولازم يحاول أن يعمل من أجل أن يكسب الأموال، أو على الأقل يحافظ على أمواله الموجودة. يعني كثير من الناس فقدوا أموالهم وفقدوا ممتلكاتهم، وبعضهم باع بيوتهم للمساهمات الفاسدة هذه. وللأسف يعني النظام القضائي إلى الآن لم يصل إلى مستوى أن يتعامل مع القضية بطريقة المنطقية. شكرا سيد علي الجحلي الكاتب الصحفي. ثامر خليني أسألك حتى من نواحي قانونية، أنت قلت قبل شوي يجب أن تتثبت أنت كمستثمر من السجل التجاري. صحيح. ترى أسهل ما فينك طلع سجل تجاري، ما فيش خدمات عامة، يعني خاصة سجل تجاري حق خدمات عامة. طلع سجل تجاري خدمات عامة، خلاص إذا جاء وريك السجل التجاري، هذا سجل تجاري عندي. يعني أنا ما أحس أنه معيار دقيق للتثبت وجود سجل تجاري فقط. جميل. طبعا مهم الجانب الأول، بعض الناس يدفع خصوصا ما يكون مبالغ عالية جدا. تجده مثلا ما يوكل العقد، مثلا خلينا نقول لمختص محامي أنه ينظر له الأمر ويتم مثلا، أو بمعنى صح يشارك في عملية التعاقد من ناحية مراجعة العقود ومن ناحية أيضا التثبت في بعض الإجراءات. مسألة سهولة حصول السجل، فعلا الآن زي ما نشوف إعلان وزارة التجارة خلال 180 ثانية سجلك التجاري منتهي جيد ويوصل لك في البريد وخلاص. لكنه أنا لما أجي وأشوف ناس عندها سجل تجاري ما يخالف، لكنك مجتمع فيه ببيته، يعني هل يعقل إن شخص لا بعضهم ترى يأخذ قصر سجل له قصر، خلوا يأخذ قصر ما عندي مشكلة، ما يخالف. أنا بشوف الشركة اللي عندك، إذا خصوصا اللي بيدفع مبالغ كبيرة، معليش عطني قوائم مالية لشركتك. أنا لما أجي بدفع 100 مليون يحق لي إني أطالب بالشيء هذا؟ ترى الأمر مو بسيط. هو ما يروح للي يطلب 100 مليون، يطلب من هذا 200 ألف، هذا 100 ألف، هذا يجمع من العالم ويوصل لرقم فلكي. ما فيش كان، لكن أخي خالد أنا لما أصير أبحث عن تاريخ الشركة، لما ألقى سجل، معليش هل تعتقد أن الشخص اللي بيمارس عملية نصب واحتيال أنه بيكون مؤسس السجل هذا من 6 سنين أساس يمارس عملية النصب واحتيال هذه خلال اليومين هذه؟ لا، تلقى سجله ما له ولا شهر ولا شهرين. التاريخ السجل حقه ما في تاريخ. أنا مو معقول شخص سجله طالع قبل شهرين أساس سوي العملية هذه وأنا أثق فيه، هذا يبين لي يعطيني قدر من الثقة. لكن لما أجي وحصل سجله 15 سنة أنا أثق بالشخص ده. طيب أنا أستاذك معنا محامي المتضررين حتى تعلق أنت كذلك على الكلام اللي بيقوله. معنا الأستاذ فهد محبوب، محامي المتضررين من عملية نصب واحتيال اللي ذكرناها في بداية الحلقة. أستاذ فهد حياك الله معنا. خليني أسألك، يعني أنت كمحامي لضحايا السيدة اللي ذكرناها اللي قامت بعملية النصب والاحتيال على موكلك، سؤالي هو ماذا تم بعد إلقاء القبض عليها؟ يمكن ذكرنا حتى في التقرير أنه تم القبض عليها ووعدت أنها ترجع الفلوس لأصحابها، وما صحت أنها توجهت هي مباشرة لقسم الشرطة وسلمت نفسها طوعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ خالد؟ وتشرف بحضوركم واستديوكم وقناتكم. اولا طبعا زي ما صدر بيان من الشرطة جدا ان تم القبض، وطبعا انا بصفتي محامي المدعين في الحق الخاص دوري تقديم دعوة في قسم الشرطة عشان تحريك الحق العام، ومن ثم بعد ذلك يكون دوري متابعة الحق الخاص. طبعا الإجراءات اللي قامت بها الشرطة وهي تحقيق الإدعاء العام هذه إجراءات رسمية، بعد ما ينتهوا من التحقيقات نقوم نحن بالمراجعة للجهات المختصة عشان يحول المعاملة للمحكمة فيما أنا دوري فيما يعني فيما يتعلق في الحق الخاص أموال الموكلين اللي تم دفع للأداء عليها أو تحويل الحساب. هذا دورنا طبعا. طيب وش الجديد في الموضوع؟ هي وعدت، يعني هل صحيح انها وعدت انها ترجع حقوق الناس خلال شهر؟ والله انا سمعت زي ما انتم سمعتوا، انا ما كان لكن لا يوجد اي شيء. انت المحامي المتضررين، كيف انت تسمع مثل ما نسمع؟ المفروض نسمع منك اللي ما سمعنا. لا احنا نسمع اخوي خالد، لكن انا الشرطه استدعتني عشان اوقع اوراق الحق الخاص
ورحت طبعا ووقعت المطالبات بالحق الخاص فيما يخص موكليني واخذوا علينا اقرار ونتابع الحق الخاص احنا حتى انتهاء الحق العام، وفي نفس الموضوع انتهى حياه التاخير والادعاء وجهت الاتهام للمدعى عليها حتروح المعامله قبل المحكمه الجزائيه. تنظر المحكمه حسب انظمه المعمول فيها نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزائيه، تنظر المحكمه التي تنظر الحق العام تنظر في الحق الخاص. هذه حتى لنا المعلومات اللي عندنا. نعم، شكرا شكرا لك المحامي فهد محبوب، وهو محامي ضحايا عملية النصب والاحتيال اللي أشرنا لها قبل قليل. ثامر، رجع لك، يعني عادة مثل هذه القضايا كيف من هذا النوع كيف تنتهي؟ يعني من يكسب أخيرا؟ هل هم الضحايا ولا التاجر أو بايع الوهم؟ طبعا القضية مثل القضية هذه هل يعتمد هل توقفت هي عن يعني هل كانت تنوي الهروب بنية النصب والاحتيال، هل والله تعثر العمل التجاري فلم تستطع الدفع، بمعنى احيانا قد يكون هناك بضاعة مثلا وتتأخر في احد يعني خلينا نقول الموانئ الدولية او الى اخره، على حسب السبب اللي اخر هو اللي تتضح فيه، قد احيانا يتنافى القصد الجنائي بنية النصب والاحتيال او غيره، هذا امر. الامر الاخر متى ما كانت بتسدد قد ينتهي ما يتعلق في الحق الخاص بالنسبة لهم هم، يعني بالنسبة للحق الخاص قد ينهونه لأنه بالأخير هو يبي حقه، هذا واحد. اثنين بس أكيد في حق عام بدون شك، هذا أمر يعني مفروض عملية نصب الاحتيال إحنا الحمد لله في بلد يعني القانون فيه موجود بشريعة الله بدون أدنى شك أنه الحق العام موجود، هذا أمر يقينا، لكنه ما أتكلم أنا قد يكون أنه مثلا هي أو غيرها، أنا أتكلم ما أتكلم عن الحالة هذه ترى، أتكلم على عموم الحالات. أحيانا قد يكون عمل تجاري صحيح وسليم ما في أي مخالفة نظامية أو شرعية، لكن قد يتعطل لأي سبب إن كان، يعني ممكن زي ما قلت لك ممكن تعطل من أي أمر آخر. هذه نقطة. النقطة الأخرى بدون شك أنه إن شاء الله الحقوق سترجع لأصحابها، لكن السؤال الأموال موجودة مش موجودة، وش الأموال اللي قبض عليها وجدت، هل الأموال يعني زي الخبر اللي أنت قلته أنه قالت مستعدة ترجع المبالغ، هذا في يعطي يعني خلينا نقول أنه الأمر كويس بالنسبة لهم أني أنا بقدر أني أرجع مبالغ اللي ساهموا معي. طيب خليني أسألك سؤال الأخير على مثال الحالة وحالة شبيهة كنت تكلمنا عنها، ماذا عن استخدام العنصر النسائي؟ قد تكون مرأة واجهة، قد تكون مرأة واجهة، ومعلش خلينا نكون صريحين أكثر، يعني البعض قد يعني مرأة تكلمه بالأمور التجارية يعني وتتحدث عن أرقام فلكية ومعروف يعني، فبالتالي تلقى للأسف يعني للأسف ضعف، خلينا نكون بكل صراحة ضعف، وبالتالي صدق الوهم اللي باعوا عليه. جميل. أصبح مقومات بعض الأعمال التجارية اللي ما تتسم في قوة عملها، طبعا ما نتكلم حنا بنظرية التعميم لكن نتكلم بشكل عام، أصبح يعتمدون على التسويق من خلال العنصر النسائي. أغلب من يدق يعني خلينا نقول لو من يدقق في هذه المسائل يجد أنه من يقوم بالتسويق دائما هو عنصر نسائي، أساس أنه يتم مثلا تسويق هذا المنتج أو غيره على مستوى شركات كبيرة وبعضها للأسف شركات كبيرة جدا. فهذا الأمر أصبح عنصر مساعد، الشخص خلاص والله اللي اتصل فيه عنصر نسائي وأنه إحنا وإحنا وإحنا، حتى أنه مستوى الثقة في العنصر النسائي أعلى أحيانا. يعني نقدر نقول دائما أنه مثلا والله الرجال ذهين، فهمت بعض الفكرة الموجود فهمت، لكن المقابل لا هذه صادقة ما راح تغشني، عرفت. فهذه من الإشكاليات، لكنه ما اعتقد انا انه اللي بيطيح هنا هو اللي بيطيح هناك او الاخر، لكن بس اكيد اللي حتى اللي يستخدم المراه هو مجرم يعني شريك في الجريمه بدون شك، اللي خلاها واجهه يعني اكيد انه ما يعني تجيك مراه تدخل في الموضوع يمكن ربما كانت هي اداه، قد تكون هي ما تعرف عن الموضوع كامل وتساعد في جلب هذه الاموال وما تعرف. جيد، بالعكس يمكن تلقاها رافعه دعوه عليه تطالب رواتبها، ما تدري، عرفت. يعني مو بشرط انها تكون هي شريكه في الجريمه وعارفه خلينا نقول ما خلف الكواليس، لا هي قد تكون واجهه درع جيد يستخدمه حلقة وصل ما بينه وبين الأشخاص اللي تم أخذ الدراهم منهم وخلاص، بالأول والأخير يمكن هي ما استلمت رواتبه. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك الأستاذ ثامر سكاكر المحامي والمستشار القانوني. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل سلامت.